اهلا وسهلا بحضراتكم، مستمرين في حلقتنا عن الاحاديث النبويه وكلام الرسول عليه الصلاه والسلام. هو وحي من ربنا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. الاحاديث الصحيحه هي شرح مفصل ومكمل لاوامر وقوانين ذكرت في القران. حديث النهارده بيقول: المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. يعني إيه مؤمن قوي؟ وإزاي تستمر قوي في عز أحداث وابتلاءات وفي عز ضعفك البشري؟ سيدنا يعقوب مثلا فقد بصره 40 سنة من الحزن وهو نبي، وقال يا أسف على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. برغم أنه نبي لكن كان حزين، فهل حزنه يتعارض مع كونه مؤمن قوي؟ سيدنا موسى خاف من قومه برغم أنه نبي، قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، فهل خوفه يتعارض مع كونه مؤمن قوي؟ السيدة مريم من قلقها اتمنت الموت، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. الحزن، الخوف، القلق وغيرهم، كل دي مشاعر طبيعي نحس بيها ما تتعارضش أبدا مع أنك تكون مؤمن قوي. إزاي؟ لأن الفرق بين مشاعر الأنبياء في قلقهم وحزنهم وخوفهم اللي ما بتتعارضش مع قوتهم، وبين مشاعرنا إحنا وتعارضها مع الشعور بالقوة، هو فرق بين إدراكهم لصفات الله وصلتهم بيه بربنا وبيقينهم بالله، وبين إدراكنا ووصلنا إحنا ويقيننا بالله. الفرق كبير قوي بين إنك تحس بالحزن والخوف والقلق وأي شعور سلبي وإنت عارف إنها حكمة بالغة مستحيل تفهمها، وتبقى في نفس الوقت مستوعب ومحترم قدراتك وطبيعتك البشرية، وبين ان يبقى غضبك وحزنك من ربنا واقداره. فطبيعي وقتها تحس بقمة الضعف، لانك بتفقد من جواك معاني السند والظهر والثقة، فبتبقى مهزوز، مفيش حاجة ينفع تطمنك، لانك فقدت الصلة او مش موصول صح بمصدر كل قوة اللي هو ربنا وبس. سيدنا يعقوب قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. سيدنا يعقوب من كتر شعوره بقرب ربنا منه هو بيشكي له حزنه برغم علمه إنه ده كله من أقدار الله فيه. استيعاب المعاني دي هي اللي بتفرق بين شخص مؤمن قوي وشخص ضعيف. كل واحد فينا اتخلق واتوجد لرسالة، مهما كانت بسيطة فهو عليه مسؤولية ومهام لازم ينجزها في رحلته في الحياة. فالضعف والاستسلام واليأس والشكوى المستمرة والشعور بأنك ضحية مش حجة نضيع على أساسها طاقتنا ومجهودنا وعمرنا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ حكمة كبيرة لوجودك وحكمة كبيرة ورا كل شعور بنحسه. والابتلاءات مهما كان ظاهرها وجع، لكن في باطنها قوتك اللي ما بتكونش مدركها ولا تكتشفها غير بالابتلاء، فما فيش وقت نضيعه. المؤمن القوي مش معناه مش هيقع، أوقات هتقع وتحس بعجز أحيانا، لكن هتقوم بسرعة لمجرد ما تستمد قوتك من يقينك في الله وفي صفاته وقدراته، فتقوم وتكمل. سيدنا يعقوب في عز حزنه قال لأولاده: اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. اتحسسوا يعني نكمل سعي، ما نيأسش من روح ربنا. ونتاج اليقين في الله وقت ضعفك ربنا قال لها قانون قاله لنا كلنا: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فالثقة بالله هي خلاصة ومفتاح قوتك. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب. هنتكلم بالتفصيل عن معاني الحديث مع ضيفنا الشيخ نادي سعيد من علماء وزارة الأوقاف بعد الفاصل.